شنو واحد الحدث جميل جميل جدا مع جمعية MGE كنصدق اليوم معنا رئيس ديالها سي إلياس وكنهو على هذا العمل هذا ونقدر نسولو على واحد مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول نقول ليه بأن العمل اللي داروا البلد السنة الفارقة وهذا العمل اش من فرق واش يقدر يعطينا كم وعيد العام الجاي إن شاء الله؟ هذا العام كان عندنا كانوا مجموعة من الجمعيات اللي عاونونا باش ننظموا هاد السهرة، منها جمعية صفر كلورين اللي عاونتنا باش نديروا لا ديكوراسيون تاع القاعة وهي دارت الانيماسيون تاع السواريه كامله. العام اللي فات كنا طلبه كنا بوحدينا كنحاولوا ما امكن نطيبوا الناس ونديروا الانيماسيون راسنا بالوسائل ديالنا. هذا العام كبرنا شويه ديال لي كونتاكت ديالنا باش يعاونونا في هاد السواري اللي لقات نجاح كبير هذا العام. سي إلياس كنلاحظوا بان هناك اقبال الفرصه كانت كبيره وكان اقبال كبير، واش تقدر تقول لنا على الكونتاكت شنو درتو باش غادي تستقبلوا هذا الكمل الجماهيري؟ واش هذه القاعه كلها هي الطلبه المغاربه 100% ولا كان شي طلبه اخرين اللي جاوا حضروا معكم هذا الاجواء؟ انا اولا باش نجاوب على السؤال الاول، كانوا مجموعه من الناس اللي عاونونا باش وصلنا لهذا الحدث. بان اولا كان لا ميري ديال نانسي اللي هما اللي عطاونا القاعه اللي استضافونا اليوم ووقفوا معنا عطاونا الوسائل باش ننجحوا فهاد السهره. كانت فولكلورين اللي ذكرتها قبل هي اللي دارت لانيماسيون اللي دارت لا ديكوراسيون. كاين ديليزيو ماروك اللي هو ريستورون ماروكان اللي وقف على العشاء اللي عطيناه الطلبة. وعلى ذكر الطلبة ومجموعة الحاضرين، كانوا مجموعة كبيرة من جميع أنحاء نانسي، من جميع المدارس في نانسي، منهم اللي جاوا من ستراسبورغ، منهم اللي جاوا من باري باش يحضروا هذه السهرة اللي لقات إقبال كبير. وكاينين ماشي غير طلبة مغاربة، كاينين حتى طلبة توانسة، طلبة فرنسيين، طلبة برازيليين، طلبة إيرلنديين، كلهم حضروا معنا السهرة وباش يتعرفوا على الثقافة المغربية. سؤال آخر سي إلياس هو أن كنلاحظوا بأن الطلبة على مستوى مدينة نانسي وعلى مستوى تاع الخارج بصفة عامة كنلاحظوا بأن كيكون هناك معاناة من حيث ما هو مادي، من حيث الفلوس كما كنقولوا. وهذا العمل اللي قمتوا به عمل كبير، واش كان شي دعم ولا أن تحاولت ما أمكن تجمعوا ولا كون فوز على في فوز باش ديروا هذا الشكل الجمعوي الكبير؟ هي اولا اللي خصني نقول هي باش نديروا بحال هاد السهره هادي كتطلب وسائل ماديه كبيره. يعني الا جا الطالب يخلص الثمن اللي باش كتسوى هاد السهره غادي تطلع عليه غاليه بزاف وما يقدرش يخلصها لراسو. يعني داكشي علاش كنا كنحاولوا ما امكن نديروا دي بارتناريا مع لاميري، مع لي بنك، مع مجموعه من الشركات هنايا في نانسي، باش هذاك الثمن اللي غنطلبوا من الطلبه باش يحضروا للسهره يكون ثمن مادي ورمزي واصغر بكثير من الثمن الحقيقي اللي كيسوى. سي إلياس يمكن تقول لنا كلمه اخيره؟ اولا حنا كنبغي نشكر جميع اللي ساهموا في هذه السهره، جميع اللي كيساندوا الجمعيه ديالنا، يكونوا كأساتذة وكجمعيات وكشركات اللي دعمونا ماديا ومعنويا. وكنضربوا لهم موعد ان شاء الله قريبا ان شاء الله اللي باش نديروا سهرات فنيه ونديروا مجموعه من الانشطه اللي تخدم الطالب المغربي بالخارج. وكنشكر كذلك واحد من اهم الناس اللي ساندونا في هذه السهره وهما ماغلور والاعضاء اللي معاه في الفرقه اللي غطاو السهره ديالنا وباش يوصلوا المعلومه للطلبه في العالم كامل. إلى هنا نقول لكم مع السلامة ونشكر كذلك العمود الفقري لهذه الأمسية واللي كيدير التغطية دائما في كل الجمعيات في كل الأنشطة. نشكر ماغلور هذه الدول الإلكترونية اللي كتربط بين الشمل ديال المغاربة والعرب على مدينة نانسي وكذلك في على مستوى أوروبا الجمعية. شكرا وإلى اللقاء في فرصة كبيرة إن شاء الله في نشاط آخر وفي تغطية أخرى من قبل ماغلور. Thank you.
الصراحه.